كابتن احمد عادل اول بطوله افريقيه ليك. احساس مش طبيعي بجد. صح. فرحه. وخارج مصر؟ اه طبعا. لا مصر اول مره تكسب تونس في تونس، يعني الموضوع يعني مختلف. انجاز تاريخي يعني. انجاز. اه طبعا. شفته ازاي؟ هو انا يعني شفته، انا حضرت البطوله كلها طبعا خارج البطوله، بس مع الفرقه كل ماتش طبعا. احساسك وانت بره انت متوتر اكتر من اللي في الملعب. انت عاوز تكسب كل ماتش، عاوز تاخد البطوله يعني باي شكل من الاشكال. والله الواحد يعني الحمد لله ان احنا خدنا البطوله. انجاز لمصر كلها. انجاز لمصر كلها طبعا.